يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حادثة الحديقة يستشهد بها بعض الناس بجواز تفجير الإنسان لنفسه في الأعداء للفتك بهم، فما ما فجر نفسه، هو ما فجر نفسه، سبحان الله، منين هالاستدلال العقيم هذا؟ هل البراح فجر نفسه أو أنه غامر وفتح الباب للمسلمين؟ هو ما فجر نفسه ولا قتل نفسه ولا انتحر، نعم، ونجا، شوف نجا وعاش بعد ذلك، نعم.